قال ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان في مقابله له مع وكاله رويترز ان مشكله قطر صغيره جدا واشار ولي العهد الى ان الازمه مع قطر لم تؤثر على الاستثمار في المنطقه. من جهه اخرى اضاف ولي العهد ان حرب اليمن مستمره وذلك لمنع تحول الحوثيين لحزب الله لحزب الله اخر على حدود المملكه العربيه السعوديه. وأكد قائلاً إن السعودية ستستمر إلى أن تتأكد أنه لن يتكرر حزب الله في اليمن وذلك لما تتمتع به جمهورية اليمن الشقيقة من خصوصية وخطورة على المنطقة أكثر من لبنان